وده سؤال العالم كله، هل ستقام الانتخابات في الأسبوع الرابع من ديسمبر بالفعل أم أنها ستكون مسألة صعبة؟ والله سيدي الفاضل أنت تعرف بأن الليبيين عانوا ويلات الحروب طيلة العشر سنوات وهذه الحقبة، وأيضا العالم والدول المجاورة كلها وآخرها مؤتمر باريس اقتنعوا وأصدروا بيان واضح بأن بإلزام الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل. ونحن هنا الشعب الليبي، كل الشعب الليبي مؤيد لهذه الفكرة. الشعب الليبي يريد أن ينهي هذه الحقبة وأن يعيش حرا وأن يكون كحياة كريمة في ليبيا. بالنسبة لي زي ما قلت لك، بالنسبة لي جميع المناطق المسيطر عليها القوات المسلحة كلها مؤيدة للانتخابات، والناس يعني فرحانة بهذا الشيء. أما نحن متخوفون من الميليشيات وجماعات الإخوان المسلمين في طرابلس وفي الغرب الليبي سيد عمر، هم من لا يردون الانتخابات لأن لا تنطبق عليهم الشروط. كان لديهم مرشح أو اثنين من الإخوان ومن رئيس الحكومة الحالي، ولكن القانون المادة 12 حاولوا بشتى الطرق بأن يعدلوها، ولكن القانون صدر من مجلس النواب وتمت المصادقة عليه، والمفوضية العليا للانتخابات اعتمدت هذا القانون. فهم وكأنهم يقولون الليبيين نحن أو من بعدنا الطوفان. بالضبط. فنحن الليبيين مصرين على أن تكون في انتخابات حرة نزيهة لأول مرة في تاريخ ليبيا. الليبيين سيختارون رئيس الممثل الحقيقي لهم لكي يعيشوا حياة كريمة يا سيد عمرو.